هناك كليمة صغيرة. هذه الكليمة أن بعض الإخوة ربما يحب أن نبدأ صلاة القيام من الساعة 12، وقولهم في ذلك ليتسنى للناس أن يذهبوا إلى بيوتهم للسحور وغير ذلك، أو لتكون هناك فرصة أوسع قبل الفجر وما إلى ذلك. المسألة لها عدة اعتبارات. الاعتبار الأول أننا نترك مسافه بعد العشاء لمن أراد أن يستريح. عندما نبدأ الساعة 12 فلابد الناس تتحرك على الساعة 11 ونص، يبقى من بعد العشاء يا ولدان ما فيش حد يقدر لا ولا ينام ولا يستريح ولا أي شيء. فنيجي نصلي، نيجي على الساعة 1 تتلاقي الناس مش قادرة تقف وعينهم بتقفل والصلاة بقت صعبة، وكأن الصلاة علقة. إمتى العلقة دي نخلص منها؟ قال لها أبدا. الصلاة لابد يكون محبة ورغبة وإقبال، ما يكونش مسألة عنت وحاجة صعبة عاوزين نخلص منها. ولما نخلص بقى الحمد لله خلصنا النهاردة، وقبل ما نخلص شهر رمضان بقى، لا نريد ذلك. ده بالعكس، لو صليت ركعتين حتى بقصار الصور بقلب حاضر وفهم متدبر لعله يكون أرجى من أن تقيم الليلة كلها وقلبك فارغ. لأن هناك بعض الناس مولعين بأن يشددوا على أنفسهم، يعني طول السنة نايم على ظهره، فعاوز بقى إيه؟ يشد على نفسه حتى ولو مات ورجله فقفقت مش مشكلة، حتى لو ما فهمش، حتى لو نام في الصلاة مش مشكلة. طب وليه؟ طب ما احنا عندنا بنخلص العشاء الساعة 9 الا 5، ولما نبدأ الصلاة الساعة 1 يبقى عندك 10 11 12 1، عندك 3 4 ساعات. ريح انت ساعتين، نام لك ساعتين، وتيجي الصلاة وانت نمت لك ساعتين، يبقى انت ايه؟ فايق ونشيط، فايق ونشيط. ودي من الهدي، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام جزء من الليل. حاول مر اول مره مش عارف تنام، لكن المره الثانيه والثالثه هتنام. وطبعا بستثني من ذلك بعض الطوائف اللي هم السهيره. في هناك طوائف سهيره يعني ما بيعرفوش يناموا بالليل، سيبنا من دول، ما بنتكلمش على دول، دول طبيعه خاصه زي الاطباء واللي واللي واللي، دول سهيره. حاول ان انت تريح شويه. الامر الثاني ان احنا لو انهينا مثلا القيام الساعة 2 أو 2 وعشر، ممكن بعض الناس يقول لك طب أريح شوية بس لغاية الفجر يسحر. طب أريح، أفرد ظهري بس. يفرد ظهره اللي يحصل ينام، ما يقومش إلا الصبح، وده وارد، وارد كتير. لكن لما نأخر الصلاة شوية ونخلص على السحور بالضبط، هنصلي، يبقى صلينا القيام وأوترنا وسحرنا وسبحنا وصلينا السنة بتاعت الفجر وسنة وصلاة الفجر وحضرنا المجلس وقلنا أذكار الصباح، وتاسع حاجة عملنا إيه؟ صلينا الضحى. 9 خيرات نعملهم إن إحنا لو أخرنا الساعة 1 بس، نبدأ الساعة 1 وبإذن الله تعالى بعد فترة نبدأ نحرك على الساعة كام؟ 12، نبدأ الساعة 12. الكلام ده يوم 15 أو يعني زي تيسير ربنا عز وجل. ونيجي بقى على 10 أيام الأخر في المفرد منها، نبدأ الصلاة مثلا الساعة 11 أو 11 ونص. يبقى إحنا بالفعل ماشيين إيه؟ واحدة واحدة. وبنهيئ الناس. بعض إحنا عاوزين بقى الصلاة الطويلة بقى. عاوزين بقى ما شاء الله. يا أخي رفقاً. رفقا. فأرجو أن يكون هذا الأمر واضحا، ويعني يعني هذا ظني. وأظن بفضل الله ما فيش يوم حرمنا من السحور، صح ولا يا أخوانا؟ مش بنتسحر وبنتبسط، ولا بنتسحر وما نتبسطش؟ بنتبسط بفضل الله.